بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بيكم. واللقاء الاسبوعي اللي احنا محافظين عليه كل يوم تلات ونلتقي فيه، وبيكون عبارة عن حاجتين. بيكون عبارة عن فكرة انا بقولها، وبعد كده بنبدأ نسمع أسئلة، وانتوا يعني بكون مجمع أسئلة بقى، والنهاردة مجمعها على الموبايل بتاعي، الناس بعتها ايه وبتسأل ايه، وبعدين اجاوب عليها، ويكون اللقاء زي ما انتوا عارفين كده في حدود ربع ساعة. واللقاء الأسبوعي ده بيبقى موجود على كل أنواع السوشيال ميديا اللي أنا موجود عليها. لقاء النهاردة ولقاء الحقيقة يعني مختلف، مش لقاء روحي، مش لقاء في فن التعامل مع الناس والعلاقات، إنما هو لقاء تتعامل إزاي مع أجازة الصيف اللي جاي. إيه البرنامج اللي تحطه لنفسك في الصيف اللي جاي؟ بيكلم الشباب وبيكلم الأباء والأمهات وبيكلم حتى الكبار. والحقيقة إن اللي أنا جاي أقوله النهاردة هما خمس حاجات لو عملتها في الصيف اللي جاي، أنا بقولك والله العظيم تتنقل نقلة غير عادية في حياتك. يعني يكون الصيف اللي جاي نقلة خطيرة في حياتك العملية. وهتقول لي هو ده موضوع ديني؟ لا، الحقيقة ده موضوع من خبرة الحياة. أنا شفت في الدنيا كتير ولفيت في الدنيا كتير، وأنا سني الوقت 56 سنة، شفت حاجات كتير جدا ولفيت كتير جدا واحتكيت كتير جدا، وشفت ازاي الناس بتنجح، وشفت الناس بتقعد تعيط على حالها، وشفت ناس بتدعي انها مظلومه وانها ضحيه، وشفت ناس اتعرضت لمصائب وابتلاءات ونجحت وقفت على رجليها، وقصتي انا الشخصيه وحياتي انا الشخصيه هي جزء من دون. فالحياه جايه اقول خبره حياه. يعني انا مش جاي بس يا جماعه، انا مش دوري بس ان انا ادي محاضرات في الدين، انا جاي كمان أعلم الحياة وأقول للناس اللي أنا اتعلمته في الحياة، وبالذات الشباب. وبدل ما أنت تبدأ وتعافر وتقعد تعمل 20-30 سنة من جديد، يا عم أنا بديهم لك بين إيديك وأقولك أدي 20-30 سنة، تفضل خدهم بين إيديك خبرة حياة. وفي نفس الوقت لا، الموضوع روحي جدا. الله، أنت مش قلت مش روحي؟ لا، روحي جدا. إزاي روحي جدا؟ ما أنت لو عملت الخمسة اللي أنا هقولك عليهم، أنت عملت الإحسان بتاع الحياة، أنت هتطلع أحسن نسخة من نفسك. ما هو ده الإحسان، أنت هتكون نسخة متفردة بين الناس، أنت هتتميز عن الناس اللي طلع معاك قبل أجازة الصيف، وفجأة تبص تلاقي نفسك سبقت الناس دي كلها بخمس حاجات تعملهم في الصيف دون. بكلم مين؟ بكلم الشباب، بكلم البنات، بكلم الأباء والأمهات، حتى الكبار، حتى احنا. الحاجة الأولانية واللي أبدأ بيها واللي بقول لو عملتها أنت هتتنقل نقلة كبيرة جدا، بكلم الشباب جدا جدا جدا، انت لازم تشتغل الصيف ده ان شاء الله شهر واحد. يعني اذا كان الصيف شهرين ونص، انت هتشتغل من الصيف ده شهر ونص، شهرين. اشتغل ايه؟ اي حاجة، اي شغلانة تيجي قدامك، بس اشتغل اي حاجة، حاجة كبيرة، حاجة لها علاقة بتخصصك، ما لهاش علاقة بتخصصك، المهم انك تشتغل. لانك لو اشتغلت انت نقلت نفسك نقلة جديدة. والحكاية دي أنا شفتها كتير جدا في الحياة، اللي هي صديق دون لقى ابنه بيحب كل أعمال، يفتح على السوشيال ميديا، يتفرج على العربيات، ويدخل على الانستجرام على الصفحات بتاعت العربيات، مغرم بالعربيات. قال له في الصيف انت هتشتغل ايه؟ قال له لا بابا انا مش هشتغل. قال له لا حبيبي، ما عندناش حد، ما بيشتغلش، ما فيش مصروف، يلا بينا. وقام واخده على مركز صيانه نوع من العربيات الشهيره جدا جدا جدا. قال له انت مش بتحب العربيه دي؟ قال له اه. قال له انت هتشتغل في مركز الصيانه دي؟ قال له انت تعرف حد؟ قال له لا. بس اب جدع، خد ابنه ودخل على مدير مركز الصيانه، قال له اعرفك بنفسي، انا عايز ابني ده يشتغل. فالراجل قال له انت جاي مخصوص مع ابنك عشان تشغله؟ قال له اه، ابنه في ثانوي. فالراجل قال له انا هشغله عشانك، بس لو طلع مش جدع بعد اسبوع همشيه. بعد اسبوع اتصل بيه قال له ربنا يبارك لك في ابنك، الولد زي الفل، انا عايز الولد، بصوا الحته اللي جايه دي، يكمل معايا بعد الاجازه. مسك شغله وهو لسه في ثانوي، ده بعد شويه هيبقى مدير مركز الصيانه، هيبقى مكان الراجل. يعني ايه؟ يعني الفرصه ابتدت وهو في ثانوي، والناس حاطه ايدها على خدها وعندها 25 سنه. يا عم اشتغل في الصيف، يا عم اشتغل في الصيف عشان تكبر، اشتغل في اي حاجه، اشتغل عمل تطوعي، روح اشتغل في اي جمعيه خيريه او عمل اشتغل معايا في مشروع الاحسان، اشتغل عند ربنا، المهم انك تشتغل. دي النقطه. ولو النقطه دي غاليه جدا، وانا وعلي ابني صغير لسه في ابتدائي،
قدام محل سوبر ماركت كتير كبير. رحت لصاحب السوبر ماركت قلت له انا عايز علي ابني يشتغل عندك. فقال لي بس ده لسه صغير. قلت له لا، عشان يشتغل من هو في ابتدائي. علي كان بيشتغل ايه؟ كان بيمسح البلاط قدام السوبر ماركت، وعندي صوره ليه مصوره له وهو بيمسح البلاط ومحتفظين بيها وفرحانين بيها جدا جدا جدا. علي دلوقتي قادر يدور بيزنس اول ما اتخرج من الجامعه، لانه اشتغل وبعد كده في اعدادي قام هو وصاحبه بداوا يجيبوا حاجات من الصين ويبيعوها في المدرسه. اشتغل اشتغل عشان تنضج، اشتغل علشان ما تبقاش واقف على الشهاده، اشتغل عشان ما تقولش اصل انا ما حدش بيشغلني انا مكتئب اصل انا تخصصي. يا عم اشتغل اي حاجه عشان ربنا يفتح عليك. اما النقطه دي خطيره بشكل. عمر ابني بيحب الفروسيه. طب وهيشتغل ازاي وهيصرف منين؟ يشتغل سايس للحصان ويغسل الحصان ويمسح تحت الحصان. يا عم اشتغل يا عم، ما تتكبرش على شغلانه، اشتغل اي حاجه. ادي النقطه الاولانيه. يا اباء يا امهات ولادكم يشتغلوا في الصيف. يا شباب عيب انك تبقى قاعد طول الصيف حاطط ايدك على خدك. وهنا نروح للجانب الديني والجانب الروحاني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه، يعني ما يخشش جنه او نار حتى يسال عن اربع، عن عمره فيما قبلها عملت ايه في عمرك، اتنين وعن شبابه فيما الله. طب ما احنا لسه ربنا سألنا عن عمره، عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه. طب ما هو الشباب جزء من العمر. ايوه بس دي منطقه ومرحله هامه جدا فتتسال عنها سؤال غير بقيه العمر كله. يا نهار ابيض، ده السؤال يوم القيامه عن الشباب جامد جدا. بالظبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنموا خمسا قبل خمس. اغتنم صحتك قبل مرضك، واغتنم فراغك قبل شغلك، واغتنم حياتك قبل موتك. الحق لو انت عندك وقت، وصيف وقت كتير قوي 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 قوي. طيب مش لاقي شغل، مش حسيبك، اتعلم حرفة. مش لاقي حرفة، اتعلم هواية انت بتحبها، اتعلم كورس تصوير، اتعلم انفوجرافيك، اتعلم حاجة على السوشيال ميديا، اتعلم حاجة. اشتغل اعمال خير. لازم تعمل حاجة في الصيف، لازم تشتغل. اول واحدة شوف انا طولت فيها دي لانها اهم واحدة في الخمسة. نمرة اتنين، لازم تقرأ كتاب في الصيف. مش لازم تقرأ كتب في الصيف، كتاب واحد. اقرأ كتاب فيه في اي حاجة، اقرأ رواية، اقرأ كتاب في الدين، اقرأ كتاب حياة الذاكرين بتاعي، والله هيفيدك جدا جدا جدا. اقرأ كتاب الاتوميك هابتس، العادات الذرية، ازاي يبقى عندك عادات تخليك في اقوى ما يكون. لازم تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ كتاب الله، كلام الله الأخير إلى البشر. لازم تقرأ وتفهم. ده الـ الحاجة التانية. كتاب واحد وتشتغل في الصيف، أو تتعلم حرفة، أو تشتغل عمل خيري أو تطوعي. نمرة ثلاثة أوصيك بيها في الصيف السنة دي وهتفرق معاك جدا جدا جدا. ورد ذكر، لازم تذكر ربنا. انت هتطلع المصيف، حلو قوي 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 ان ساعة الشروق او ساعة الغروب الناس كلها ملهية. عيش مع ربنا الوقت ده، شوف شاهد عظمة قدرة الله في الكون وانت موجود في مكان في مناظر طبيعية. امسك السبحة وقول سبحان الله واتفرج على منظر الشروق او الغروب. امسك السبحة وقول 100 مرة الحمد لله وافتكر نعم ربنا عليك. امسك السبحة وقول لا اله الا الله وشوف بانوراما الكون، عظمة الخالق. امسك السبحة وقول الله أكبر وشوف بعد السماء وطول البحر. امسك السبحة وقول أستغفر الله عشان لو في أخطاء في الصيف تنقيها يوم بيوم أول بأول. ورد ذكر فيه استغفار وفيه سبحان الله وفيه الحمد لله وفيه لا إله إلا الله وفيه الله أكبر وفيه لا حول ولا قوة إلا بالله وفيه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مدته قد إيه؟ 20 دقيقة بس 20 دقيقة كل يوم في الصيف هتفرق معاك، إنك هتطلع من الصيف أقرب لربنا مما دخلته. مع إن الناس بتطلع من الصيف نتيجة الصيف بدون تفاصيل، بتطلع من الصيف حاسة إنها عندها جفاف روحي. أبدا، أنت هتطلع من الصيف في منتهى القوة الروحية لو محافظ على صلواتك الخمسة وبس العشرين دقيقة دول. العشرين دقيقة دول هيخلوه أحلى صيف روحي في حياتك، وهتطلع من الصيف السنة دي قريب إلى الله مش بعيد عن الله. إيه رأيك في الفكرة الثالثة؟ لو عملته الخمسة دول. النقطة الرابعة، الصيف في وقت فاضي والأجازات كتيرة والعائلات عندها أجازات وبابا عنده أجازات وانت أجازات من الجامعة ومن المدرسة وانت موجودة والعيلة موجودة، ممكن ولو في الأسبوع مرة. الصيف لو قلنا أن الصيف هيكون 8 أسابيع أو 10 أسابيع أو 11 أسبوع، ممكن كل أسبوع مرة العيلة تتجمع
وانتوا يا شباب اللي تجمعوا العيله. انا عازمكم نخرج نقعد على النيل وناكل حاجه خفيفه. انا عازمكم على مش عارف طبق ايه وانا اللي طبخه ونقعد مع بعض. وكواليتي تايم مش مهم نقعد مع بعض كل يوم، بس نقعد ساعتين حلوين نتكلم مع بعض، نقرب من بعض، بدل ما العيله بقى كل واحد لوحده. اما دفء العيله ده بيبسط بشكل وبيفرح بشكل. يا اباء يا امهات، يا شباب يا بنات، ابداوا انتوا. انت بس مجرد انك تقول لابوك وامك تعالوا نقعد مع بعض، وشوف فرحتهم بيها دي، وشوف الثواب عند ربنا قد ايه انك اسعدتهم ولميت العيله. دي النقطه الرابعه. تاني افكركم، لمه العيله، الذكر، قراءه كتاب، الشغل. الخمسه والاخيره، لازم تلعبي رياضه او تلعب رياضه في الصيف. وانا ابتديت بالبنات. يعني ايه ما بتلعبش رياضه؟ يعني ايه بنت اصلا ما بلعبش رياضه؟ اصلا ما بحبش الرياضه. روحي الجيم، العبي ايروبكس مع واحده ست من الستات، احضر، العب كوره، العب، اجري كل يوم. مش قادر على كل الحاجات دي، لازم تمشي على الاقل ساعه كل يوم. وعلى فكره ممكن تعمل ورد الذكر وانت بتجري او انت بتمشي، فتبقى رياضه وذكر مع بعض، يبقى حاجه رائعه. او ممكن تعمل لنفسك برنامج لوحدك، ربع ساعه مشي وفيه الذكر، وبعدين ربع ساعه جري، وبعدين ربع ساعة مشي تاني. يعني تقوم عامل لنفسك برنامج، وفي الصيف بدل ما وزنك هيزيد هتلعب رياضة. وبعدين ليه ولادنا ما يتعلموش رياضة مخصوص في الصيف؟ طب ما تتعلم رياضة جديدة. طب انت بتعرف تلعب بادل ولا ما بتعرفش تلعب بادل؟ ايه علاقة الحاجات دي؟ ما انا بطلع في الاخر هيطلع كواليتي انسان رائع، هيطلع احسان انسان محسن، هتطلع نسخة رائعة. الرياضة دي جزء مكمل، والرياضة بتحمي من المعاصي، بتطلع الطاقة اللي جوه الانسان، بتحسس الانسان براحة نفسية. الرياضة بتدي إصرار وصلابة إنك عندك تارجت وعايز تعمله. المهم إنك تلعب رياضة، أي رياضة، المهم إنك تمارس الرياضة، مش تتفرج على ماتشات الكورة والبطولة الأوروبية وقاعد بتفرج على الماتشات. فين الحركة؟ لو عملت الخمسة دول، والله يا جماعة، والله الخمسة دول، والخمسة دول ما بين حاجات روحية وحاجات فكرية وحاجات بدنية وحاجات عملية. يعني الخمسة متنوعين لو خدت بالكم. حاجة عملية الشغل، حاجة روحية ذكر، حاجة فكرية القراية، حاجة اجتماعية لمة العيلة، حاجة بدنية الرياضة. فانت في حاجة جديدة دلوقتي في العلم اسمها الهوليستيك ابروتش. يعني ايه الهوليستيك ابروتش؟ وبيقولوا ده هو الاكسلنت، يعني بيست فيرجن من الناس. يعني الاحسان، ايه هو الهوليستيك ابروتش؟ انك بدل ما تعالج الانسان انك تصلح كل حته فيه لوحدها، خد الانسان على بعضه وصلحه كله على بعضه من كل النواحي بتاعته. لانك ساعات تيجي تصلح الجانب الاجتماعي يقوم الجانب العملي يضرب فيكتئب، وبعدين تيجي تصلح الجانب العملي وازاي يعمل فلوس يقوم الجانب الروحي يضرب فيكتئب، وبعدين تصلح الاثنين وحياته الاجتماعيه بايظه فيكتئب. فبدأ العلم يقول لك كل الكلام ده ما يشتغلش. الحل انك تاخد الانسان على بعضه وتصلحه من كل الجوانب. مش هو ده الإحسان؟ مش هو الإحسان يبدأ روحي وينتهي حياتي؟ تعبد الله كأنك ترى، أدي الجانب الروحي، فينتج عنه أنك تطلع أحسن ما عندك في ثلاث اتجاهات: مع الله عبادة، مع الناس أخلاقا، مع الحياة إتقانا وإبداعا. ما هو ده الهوليستيك أبروتش الثلاثي دون. وبالتالي الخمس حاجات اللي أنا قلتها لك بتؤدي أنك بتصلح نفسك كلك على بعضك بمنتهى التوازن. أتمنى 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 أن أنتوا تاخدوا كلامي النهاردة مش على أنه مجرد كلمتين. والله الخمسة دول ينقلوك طفرة في حياتك، والله هتطلع من الصيف واحد تاني. مين ياخد كلامي ويسمعه وينفذه؟ أنتوا حرين. أنا قلت اللي عندي واللي يرضي ربنا واللي يرضي قلبي، وأنا ماشي بالخمسة دول، وولادي الحمد لله ماشيين بالخمسة دول، ما بين الرياضة وما بين لمة العيلة وما بين العبادة وما بين الشغل. عمر وعلي عندهم شغل في الصيف. يعني أنا مش جاي أقول لكم كلام مثالي، أنا عايش بالخمسة دول في حياتي. أنا لسه مخلص الرياضة من شوية، وقبليهم ورد الذكر، وعندي شغلي وقراية الكتاب اللي أنا نفذ الخمسة، والحمد لله ربنا أكرمني بدون ما أضغط على أولادي، بس بطريقة الحياة اللي بينا هم منفذين الخمسة. مين ينفذ الخمسة ويكون من المحسنين ويعيش حياة الإحسان ويبقى عمل الفكرة العالمية اللي اسمها الهوليستيك أبروتش؟ طيب نجاوب على الأسئلة بسرعة كده. السؤال الأولاني بيقول: دعيت يوم عرفة ودعيت في رمضان وما حصلش حاجة، هل معناها ما ربنا لم يستجب دعوتي؟ لا، ولا معناها ان ربنا ما استجابش، ولا معناها ان ربنا مش راضي، ولا ده معناها ان دعوتك لم تقبل. طالما دعيت في هذه الايام الغاليه فيقينا ربنا استجاب دعائك واستجاب دعائك. ولكن ربنا وعد بالاجابه بس ما قالكش امتى، في الوقت اللي هو عايزه واللي في مصلحتك.
وبالطريقه اللي هو عايزها. مثلا هي دعت انها تتجوز ده، ايوه بس ده مش مناسب ليكي، ده ندل هيضيعك. بس انت دعيتي، انت ايه، انت الغايه ايه؟ مش انك تتجوزي وتنبسطي؟ طيب بس الوسيله اللي انت بختارها مش هو ده الانسب. دعوتك مجابه في التوقيت الذي يريده الله، ولكن واحد تاني احسن منه 100 مره، عشان ربنا بيحبك، عشان انت كنت بتدعي وما انتيش شايفه الغيب، لكن ربنا هو العليم الحكيم الرحيم، ولا يمكن حد يرفع ايديه ليه ويرجعهم من غير ما يستجيب لهم، ولكن بالطريقه اللي ربنا عايزها لمصلحتك. دي الإجابة على السؤال الأولاني. اطمئني، مفيش دعوة في الأيام العظيمة دي إلا مستجابة يقينا، ولكن اصبري على توقيتها. يا ما دعوات أنا دعيتها واستجيبت بعديها بخمس سنين وبعشر سنين، آه والله العظيم، بس وحصلت 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 أحلى مما طلبت. السؤال الثاني، حضرتك قلت مرة قبل كده إن كل واحدة اسم جوزها مكتوب، طب أنا بحب واحد ودعيت، هل ممكن القدر يتغير؟ وأنت إيش عرفك أصلاً إيه اللي مكتوب في القدر؟ يمكن اللي مكتوب في القدر هو اسم اللي أنت نفسك تتجوزيه، أو اللي مكتوب في القدر اللي أنت لسه ما دعيتيش بيه وهتدعي بيه السنة الجاية، لأنك هتغيري رأيك بعد سنة وتدعي بواحد تاني. ما تفكري كده، أنت عليكي تسألي عليه كويس قوي، تجتهدي في معرفة البني آدم ده بني آدم كويس ولا لأ، وبعدين تدعي يا رب إن كان فيه الخير اجعله من نصيبي. طب أنا بحبه، ادعي ادعي بقوة، يا رب جوزه لي، يا رب اجعله من نصيبي، يا رب اجعله من نصيبي، وسلمي بقى لله، سلمي لله واطمئني إن القدر كله خير، من غير ما تقولي بقى طب أنا كده غيرت القدر ولا ما غيرتش القدر. أنت إيش عرفك إيه اللي مكتوب؟ وإيش عرفك ربنا كاتب لك إيه؟ أنت عليك تدعي وتجتهدي في الدعاء وخلاص على كده. السؤال الثالث، يعني مش عاجبني صيغة السؤال اللي مبعوث الحقيقة، بس هقراه يعني، بس مش عاجبني يعني، لأنها بتتكلم على أمها بطريقة أنا مش عجباني يعني. أنا أمي أنانية ومتسلطة وما يعجبها شيء، مش عارفة أتعامل معاها إزاي. مش عاجبني كلمة أنانية، يعني أنا عارف أن أنت في الآخر بتستشيري وحقك أنك تعملي كده، بس أنا كنت أتمنى استخدام ألفاظ أخرى. ما أقدرش أتكلم عن أمي بالطريقة دي، ممكن أقول أنا أمي صعبة، أنا أمي قاسية عليا، أنا أمي، لكن أنانية ومتسلطة حاسس إنها كلمات تقيلة إنها تتقال على الأم وإنها تتكتب في رسالة. عشان كده مش مهم مين اللي كاتب الرسالة، أنا بس دي ده نصيحة من حيث الشكل، من حيث التعبير عن الأم. لكن للإجابة عن هذا السؤال، لو أمك صعبة جدا، تتعامل معاكي بقسوة، دايما تتعاملي معاها إزاي؟ أولا لازم تعرفي إن ده ابتلائك في الحياة، أنت ابتلائك ماما، وكل واحد عليه منطقة جهاد في الحياة يبتلى فيها. ما هو ما احنا أمة مجاهدة، وجاهدوا في الله حق جهاده هو سماكم المسلمين، انتوا اسمكم أمة مجاهدة، وبالتالي جزء من جهادك في الحياة انك تتحملي ما سيحدث ليكي من ماما. طيب فدي حتة جهاد، كل واحد له حتة جهاد. اصبري على ماما، اصبري على ماما، وده ما يمنعش انك تحافظي على حرية حياتك الشخصية وتحاولي تحصلي على حرية حياتك الشخصية لأنك إنسانة مستقلة، لكن من غير ما تأذيها ومن غير ما تدخلي معها في صدام. فوتي أحيانا وطنشي أحيانا وطبطبي أحيانا، لكن مع المحافظة على استقلالية شخصيتك قدر الإمكان، وادعي ربنا إن ربنا يقلب بين قلوبكم، واعرفي إن أنت بتاخدي ثواب المجاهدة، إن ده جهاد صبرك على والدتك. الله يعينك ويسعدك ويجمع قلبك وقلب أمك ويحسن قلبها عليك. شكرا ليكم جدا، ده كان لقاء النهاردة، وأشوفكم على خير الأسبوع اللي جاي، وكل يوم ثلاثة إن شاء الله هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.